ايه كريستي الجابوني، ايه الجابوني كريستي يلف ويدور ويلعب كرة عالية. الاخير يترجم مرة تانية المنقوش، المنقوش يلعب كرة امامية، من يتابع لتعود داخل منطقة الجزاء، فرصة من جديد. والتغطية، تغطية حاضرة لصالح لاعبي فريق السويحلي. كايتا، كايتا يلف يدور، لا الديفس بالموالي مباشرة موسم 98 99 بطل كأس السوبر الليبي. أكيد نتابع الكرة وانطلاقة سريعة ومحاولة بالعرضية يلي صالح عماد العلوي. بالفعل عماد، عماد العلوي يلعب كرة بجاي كريست، كريست يتابع في فايز، كريست، كريست يلعب كرة عالية أرضية الميدان إلى ركلة مرمى أمام نقطة الإعادة. التفاف دور السويحلي وهذه هجمة عكسية ومرتدة، شوارع مفتوحة في دفعات لاعبي فريق السويحلي ومحاولة ومقطوعة لصالح فريق المحلة. ترجع لأحمد الميري، الميري يلعب كرة أمامية لتعود لصالح فتح الجيلاني. كانت موجودة تشير لحكم اللقاء وجود العلوي في الموقف التسلل للعب عام الموسم 2003 2004 بالنسبه للمدرب رضوان ديب. ترجع للكره لصالح فريق المحله، محاوله التقدم، حفيراس يحاول مرور فيراس والمتابعه موجوده عن طريق مع الصغير. تعود كريست، كابوني كريست لعب مع مكان تابع في معاد تحت انظار ومتابعه اللاعب معاد الصغير. كريست لفيراس، فيراس مره ثانيه، الكره الاخيره الحارس مول الدكالي على مرتين ريح الكرة ومشالها لها الحارس مون الدكال. عبد الله بن خليل يحاول مرور، عبد الله بن خليل تعود لصالح المحل عن طريق كريست. بالنسبة لساعتي الشخصية في هذه المباراة في هذا الشوط الأول، والمحلة يصنع الفارق، يصنع الجديد، يصنع المفيد، ويتوقع أول هدف المباراة والتقدم على صعيد النتيجة بهدف مقابل شيء من النار. يعني خلاص الشوط الاول ربما الدقائق الاخيره من عمر هذا الشوط نتابعوا فيها معاكم هنا بملعب مدينه مسرات الدولي. اقل تقدير يعني اكيد حيكون شوط يعني متميز بالنسبه لهذا الشوط الثاني. الدكالي كره طويله من الدكالي، ترجع عن طريق كريست براسيه، كريست تريكي تابع. بكل التوفيق للاهلي بعد ما انهزم في اللقاء الاول مع الملعب المالي بهذه المقابله شيء، والاتحاد ما انهزم لعبش مع فريق انيمبا النيجيري لبعض الاسباب الفنيه. نتمنى التوفيق للفريقين العرضيه بدون عنوان، بدون اي متابعه من لاعبي فريق السويحلي لترجع كره عكسيه. ترسل موال الدكالي، كان على الحال هذا صعب جدا الوصول لشبكه الحارس موال الدكالي. في شكرات تغلبه اللاعب تابع، كي تتابع فرصة أخرى شفناها لصالح لاعبي فريق المحلة، وضاعت هذه الكرة ومرة ثانية كرة حارس المرمى علي شنينة. أكيد العديد من الحراس المتميزين اللي تناوبوا على حراسة مرمى فريق السويحي سنذكرهم إن شاء الله في السنوات الماضية في فريق المحلة. أمامنا لقطة الإعادة وبالفعل الكابوني قبل حارس المرمى بكل امتياز يسيطر على المول الدكالي. سيطر على هذه الكرة بكل هدوء مع الدكالي، يلعب كرة طويلة. الدكالي تبات إلى حد الآن، كل الكرات اللي وصلت وكريست، كل الكرات اللي وصلت. تغيير أول بالنسبة للمدرب عبد الحفيظ ربيش، أول استبدال، أول أوراق يرمي. يعطي صحة وعافيته، أكيد كنت مدرسة معك اللي أعطوني ورقة طويلة عريضة باش نجهز أوراق في خدمة قناة ليبيا الرياضية وخدمة الشباب، وكان ناصح أمين لكل الشباب صراحة بكل. سيطر على الكرة الأخيرة ليه ترجع مرة ثانية عن طريق كريست، ايه كريست الكابوني يلف ويدور وحاول المرور بالفعل يربح خطأ لصالح لاعبي فريق المحلة. نعم خطأ.